أن بعض الناس قد وصلوا إلى مرحلة تسمى مرحلة اليأس من رحمة الله، عند من المعاصي ما الله به عليم، إما أنه لا يبالي بالحلال والحرام من حيث الربا، أو أنه لا يبالي بالحلال والحرام من حيث مكالمة البنات أو البنات مكالمة الشباب، أو لا يبالي بالحلال والحرام في شرب الخمر أو أي شيء من المعاصي، فيدعى إلى الصلاة يقال له صل، يقول شو تفيدني الصلاة، يقول عن نفسه إنه خربان، المعاصي كثيرة، أنا أصلي أضحك على نفسي. هذا من الشيطان، وهو أن يوصله إلى مرحلة اليأس، فلا يترك الصلاة. مسألة كثير من أهل العلم ذهب إلى أن تاركها كافر، شارب الخمر ليس بكافر، الزاني ليس بكافر، المرابي ليس بكافر، آكل الحشيش والمخدرات ليس بكافر، وإنما جاء في الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فليفعل الإنسان ما يفعل من المعاصي، المهم لا يترك الصلاة. ننتبه، مهما ارتكبنا من المعاصي لا نترك الصلاة.